اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده المطبخ مصري والماتيريال واحد، ولكن احنا اللي بنحوله باصابع ايدينا العشره بالمكونات بتاعتنا والبهارات بنخلي الاكله واخده الشعار المصري، الحس المصري واللطافه الجميله. معانا فراخ النهارده، ومعانا تشكيله من خضار، معانا بطاطس، ومعانا كمان رز مصري، معانا بتنجان مخلل، موز وكيوي. عايزين نعمل لاخواننا واولادنا طلبه الثانويه العامه. انا ما زلت معاكم سند ليكم في المطبخ، بساعدكم بعمل لكم الحاجات اللي تدي طاقه وتركيز زي اللوز مع السموزي، الكيوي، الموز، وعندنا كمان اللي عملت عصاير كتيره علشان تساعد على التركيز واوميجا 3. فهعمل فراخ مشويه النهارده بالبصل، سكه المسخن اللي بنشوفه في فلسطين او في الاردن او في بلاد الشام، اكله مشهوره جدا وخاصه عند اخواننا الفلسطينيين والاردنيين اسمها المسخن. المسخن دي طبعا عباره عن صدور دجاج بتتقطع، بتحط لها سماق ودبس الرمان، ويتلف اصابع صغيره كده زي ورق العنب. احنا النهارده بنعمل نفس القاعده ولكن بالطعم المصري، هنشوف نقدمها ازاي لحضراتكم. معانا رز بالكاري واخد طعم الكاري، اللطافه فيه كمان، معاه بسله ومعاه جزر ولكن واخد الطعم المصري بالمكونات بتاعته. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان في تفاصيل في الحلقه النهارده وفي مقادير كتيره، وعايز اقول لحضراتكم البطاطس مهم جدا لما تيجي تعمليها في الفرن مش لازم تقشريها. اخواننا الاجانب دايما بيستخدموا قشره البطاطس، بس اهم حاجه انك تقشريها بطريقه لطيفه وجميله عشان نتخلص من كل الاتربه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لمعلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن من قلب المطبخ المصري بطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بطاطس، واحنا بننقيها فيها تعب شويه، بس بصراحة لما نروح عند بتاع الخضار، وأنا بنصحك عايز تعملي محشي كوسة، محشي بتنجان لولادك، الحاجات ديت انزلي بنفسك فيها متعة والله العظيم. لما نمسك خير أرضنا كده طالع من بين الطين، إذا كان كوسة ولا بطاطس، الحاجات الدرنيات ديت، سوري الكوسة مش درنيات، البطاطس درنيات هي، وطبعا والقلقاس احنا عارفين والبنجر. البطاطس بالذات تجيبيها باللون ده كده، اللون اللي مد على حمار شوية ونضيف كده، تاخديها تروحي البيت أهي، تروحي البيت حطيها حطيها كده في ميه ساقعه من الثلاجه، سوري ميه من الحنفيه، لغايه لما تنزلي الطينه اللي موجوده فيها وتغسليها قبل ما تقشريها، مهم جدا، اغسليها مره واثنين وثلاثه، بعد الغسيل يا عم الشيف بنخليها على جنب كده تنشف، وتجيبي لها فرشه كده تبقى خاصه بيها، انا عايزها بالشكل ده كده، هتبلها. حلو الكلام؟ هتبلها بايه بقى؟ هي دي التركايه الصح. عندي زعتر وعندي زيت زيتون. والمقادير على الشاشه، ادي زيت الزيتون عليها، اللهم صل على النبي، وعليها زعتر بالشكل ده كده. بس انا دلوقتي الوقت زنقني، بيقولوا لي معاك 15 دقيقه، وانت وارد جوزك يكلمك ويقول لك يا ست الكل، يا ام احمد، يا ام عادل، مع عازم صحابي على الغدا وما عندكيش وقت، وعايز الراجل ياكل بطاطس دي مثلا، او انت كنت حاطاها في الاعتبار واتفاجئتي. فانا حاطط معلقه دقيق دلوقتي، دي مهمه جدا، هعمل انا تركايه دلوقتي تساعدك وتنقذك في ان البطاطس دي تطلع بسرعه. هي مش صح قوي ولكن هي سريعه وفي نفس الوقت كمان مهمه جدا. انا همسك البطاطس كده، حطيت عليها شويه زيت وشويه زعتر، وهقلبها كده، وهيبقى احلى واحلى دلوقتي. دلوقتي هنقول لي هتستوس اهي اهي بالشكل ده كده. ليه حطيت معلقه دي بيسالوني على ليه حطيت معلقه دي على الخلطه دي؟ علشان التوابل اللي انا حاططها على البطاطس تلتصق بالغشاء الخارجي او بالغلاف الخارجي للبطاطسايه. الدي هنا دوره، خلي بالك لو ما حطيتيش هتلاقي التوابل نزلت في سكه والبطاطس في سكه، بالشكل ده كده. وخاصه دلوقتي انا هحمرها في الزيت سريعه كده، الطريقه اللي هعملها دلوقتي هاخد البطاطس دي يا عم الشيف اسقطها كده تاخد وش. الله عليك، كان زمان امي الله يرحمها بعد ما تسلق البطاطس، والله العظيم كانها قدام عينيا دلوقتي، تقشر البطاطس يا شيف، وبعد ما تقشرها تحمرها في معلقه سمنه. يا ويلي اكلها بقى واسمع صوتها تحت اسناني كده بتتكلم مصري. نعم يا استاذتي، زي ما هي، بس دي مش هينقذنا الوقت. انا قلت في البدايه ده حاجه كده سريعه تنقذنا، بس زي الفل.
هنعمل ايه بعد كده؟ بعد ما بتستوي بناخدها ونحطها في الصينيه اللي معانا دي كده في الفرن. طبعا البطاطس دي ما تطلع العب ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ لو التوابل عامله شغل اهو ده لازم حلوه المعلومه ديت، لازم لما اجي احمر بطاطس بالذات لازم يكون زيت غزير علشان عمليه السوى تتم بسرعه وتبقى مقرمشه. لو زيت قليل هتلاقي جزء البطاطس استوى والجزء التاني مش مستوي، وتبقى البطاطسيه طالعه لونين، ده مهم جدا على فكره، كانك بتحمري زلابيه او بلح الشام. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل تركايه ركزوا فيها، دي مهمه جدا، ما يعملهاش غير الشيف المغازي. حلو؟ طيب، تعالوا نشوفوا اخبار البطاطس ايه. استوت، استوت. معلقة الدقيقة عاملة عمايلها، نشيلها كده عشان ندخلها النار. الصينية بتاعتنا اهيت، اللهم صل على النبي. زي ما هي كده، صلي على الحبيب قلبك يطيب. حط رشها كده، رشة بهارات عليها من الزعتر من الفلفل. وانا واقف كده مكاني. سنة توابل. ادخلها الفرن بقى لغايه لما مخرجنا يقول لك وقتك خلص، اطلع من الاستوديو يا شيف. اطلع امشي اقول له روح هناك. حاضر، حط عليها زعتر حبيبي يا غالي تاج راسي. نحط عليها زعتر. واسويها كده وادخلها الفرن. بصراحه دي يعني للامانه يعني عايز لها مش اقل من 20 دقيقه في درجه حراره فرن 180. تحت ولا فوق بقى؟ تحت ولا فوق؟ حد يقول لي. في نص الفرن حتى تحتويها النار من كل الاطراف ومن كل الجوانب. هو ده. زي الفرن. نقفل الفرن، صلى على الحبيب. نظره الوداع، ايه الجمال والحلاوه دي؟ البطاطس بتتكلم مصري في قلب الفرن. حلو، مش طلياني. هتستوي من جوه دلوقتي. الله، حلو قوي السؤال ده. خلونا طبعا نطلع البطاطس من النار سريعا كده، هتكون طبعا سخنه. حلوة. بمناسبة الكريمة، شوربة الكريمة تتعمل ازاي؟ وليكن تكون فراخ مشوية، سوري، شوربة الفراخ بالكريمة. بنجيب الفراخ او صدور الفراخ تتقطع مكعبات صغيرة. الله على البطاطس. وبعد كده بصلاية ناعمة. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اي خدمة يا استاذ احمد. البطاطس من بره ومن جوه مستوية. وهنشوفها مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل. والتحدي. لا تمام زي الفل. حاضر عينيا. شفتوا ازاي الراجل ده بيزدقني يا اخوانا؟ شفت؟ عايز تشوفها مستويه؟ اهي بالشوكه اهي. الله انت ابن حلال. اهي بطاطس اهي. شفت البطاطس؟ وانا احب القرشه اللي في البطاطس دي لما تكون مرمله. البطاطس عندنا مرمله، ده الموسم بتاعها. دي بطاطس مشويه بطريقه جديده. اتصل عليكي جوزك، ابنك حب البطاطس دي ياكلها من ايدك، انت عامله فراخ مشويه النهارده. شفت وانا بحط الشوكه بيطلع اهي. يا استاذ اهي اهي. التفاصيل دي جايه يا شباب. في تحدي النهارده مع استاذ احمد عوض، بيقول البطاطس اهي والله العظيم. طب اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ اخليها افورها من جوه احشيها لحمه مفرومه. فكره. حلو. اللي هي لا مش هنقشرها، احنا هنقدمها زي ما هي كده. انا غاسلها كويس. حلو قوي السؤال ده. بيقول لي اهي تاني واحده كمان. اهي اللهم صل على النبي. بطاطس مستوت ولا مستوتش؟ ما كملتش 10 دقايق والله. اهم حاجه انا حمرتها في زيت شديد الحراره برضو، خدت التغليفه والقرمشه من بره. قفلت الفرن بتاعي درجه حرارته عاليه جدا وحطها في الفرن. اقول لك على معلومه حلوه بقى وفي سرك كده، حط لها شيشاء ميه صغير في ارضيه الصينيه، يوم البخار ده يطلع يا عم الشيف في الفرن يسوي لك البطاطس دي على طول. النهارده مع بعض الاكل مصري بخف الدم مصريه، حكينا شويه واتكلمنا شويه عن فنون الطهي، ازاي اعمل فراخ مشويه بطعم مختلف. عملت رز بالخضار مع الكاري، خدت التست بتاع الفراخ دعمت بيه الرز بتاعي، طبق بتنجان مخلل على السفره بيفتح الشهيه، اتزنقت في الوقت بتاعي عملت بطاطس مشويه ونسميها اسرع بطاطس مشويه في التاريخ، وعملنا سموزي للخلاط وقف عنده، ولكن محظوظين ان العصير ضربناه كويس علشان كله يبقى نسيج واحد وقدمناه لحضراتكم.